شنو الهيستوري؟22 years old presented with sudden onset of headache and visualized impairment. Yes. هذا دكتور الكيس. نعم دكتورة. دكتورة عندنا ديفيوجن ويتد ايمج. لا دكتورة ما بسوي له ديفيوجن. اوكي فلير. هذا جي تو. يس. دكتورة رجع عندنا تي تو ساجيتال. Multiple sections and sequence MRI of the brain showing there is a cellar mass with supracellular extension. Part of the mass appear it is hyper intense in T1 and in T2. And also there is يعني the hypo intense content that is take mild contrast enhancement. دكتورة بعد مشينا الكورونال. Yes, the mass causing pressure and our mass effect on optic chiasm and also causing expansion of the pituitary fossa. According to the history of the patient, acute presentation of headache and visual disturbance, the pictures and clinical picture all goes with pituitary apoplexy. This area, hyper intense area that is appear in T1, mostly goes with hemorrhage. An enlargement of the pituitary gland with acute hemorrhage and mass effect on the pituitary chiasm causing the visual disturbance and sudden onset of the headache. Another differential diagnosis could be يعني pituitary macroadenoma with the يعني chronic يعني area of hemorrhage or necrosis. But عادة إنه الماكروأدينوما يعني just يعني by itself don't cause يعني acute symptom. يعني mostly it is insidious presentation. So this is according يعني acute presentation area of hemorrhage causing يعني بها fluid level mass effect goes mainly with the pituitary apoplexy. ليها سؤال آخر لسالي تريد تعرفي منها معلومة أخرى؟ احنا انا سالتها عن الـ عن الديفيوجن ويتد ايمج يعني اف ذير از يعني هو المين باثولوجي اوف ذا بيتيوتري ابوبلكسي نكروسز اوف ذا بيتيوتري جلاند اف ذير از يعني ريستريكتد ديفيوجن اوف ذا اريا اوف نكروسز يعني مينلي جوز وذ بيتيوتري ابوبلكسي. واحنا الايج اوف ذا بيشنت يعني 22 ييرز اولد يعني يانج بيشنت يعني كم هيستوري اوف يعني المين باثولوجي كود بي يعني بريزنس اوف بيتيوتري مايكرو ادينوما اند كومبليكيتد انذر هيستوري اوف ذير از يعني بيشنت يعني بريفيوس هيستوري قبل يعني هاي الاكوت بريزنتيشن يعني هرمونال ديستربنس اور اذر يعني بريزنتيشن اي او هو بريفيوس عنده، هيستوري ام ار لا استاذ ما عنده، بس هو عنده يعني هو تراث بريفيوس تراث هيستوري. تراث تطلبين نعم البريفيوس ام ار يفيدك. يس يعني احنا ناخذ نسال الهيستوري اف ذير از يعني كلينيك يعني البيشنت هاف انذر هيستوري يعني بريفيوس هيستوري اند بريفيوس ام ار يعني كونفيرم يعني نشوف انه كونفيرم ذا دايجنوسيس اوف بريزنس اوف بريفيوس باثولوجي اوف ذا بيتيوتري جلاند اند كومبليكيتد. شكرا تراث. محمد جهاد موجود؟ نعم استاذ صباح الخير. صباح الخير محمد، تفضل محمد شنو رايك؟ مثل ما تفضلت يعني دكتورة تراث، عندنا abnormal signal intensity
seen at the cellular and supracellular region in T1 high signal بالT1 وabnormal low signal بالT2. It is يعني subacute hemorrhage in pituitary gland. Other differential diagnosis يعني rather than the macroadenoma ممكن انه الكرينيوفارنجيوما، بس هاي تكون باكثر يعني الـ young age و associated with the calcification in 90%. Other differential diagnosis ممكن radiculopathy cyst but there is no solid part. يعني كل الفيتشر جوز وذ البيتويتري ابوبلكسي. ومن السيمتوم مالتها انه ما دام هي اكيوت اونست فهي اكثر شيء تمشي فيها الهيموريج. شكرا محمد. يلا سالح احكي لنا على الكيس واذا عندي ستوك تفضل. استاذ محمد اذا تسمح لي. تفضل استاذ رعد. دكتور محمد جهاد يعني انت وتراث يعني الحقيقه الديسكريبشنز للليجين يعني بور تعرفون انتو يعني اولا هو صح اكو سوبراسيلر اكستنشن ما يخاف سوبراسيلر اكستنشن لوين واصل اكو كومبريشن على الاوبتيك كياسم اكو اكسترا باراسيلر اكستنشن اكو انفولفمنت كافرنس ساينسز هذه كلها باب المفروض ينذكر بالديسكريبشنز تعرفون يعني هذه من الاولويات بالنسبه للريبورتنج اني انتراسيلر سوبراسيلر ليجنز زين وات اباوت ذا كاروتيد سايفونز اللي ماره بالكافرنس ساينسز افكتد نوت هذه كلها مهم بالديسكريبشنز اوكي ابوبلكسي ابوبلكسي بس هذني بالديسكريبشنز راح تميزك ياهن تميزك الابوبلكسي عن الماكرو ادينوما او الكارسينوما بيتويتري كارسينوما او الكرينيو فارينجيوما وهكذا بس للاسف يعني ما حد تطرق لها ولا ذكرها عندني يعني زين بعدين حتى السايز مالت الاوفر اول السايز مالت السله از ات افكتد ان لارج سلة توسيكا أو نوت هذه كلها مهمة أكو associated bony lysis مثلا بال posterior بالدورسام سيلي بال anterior clinoid هذه كلها لازم بال descriptions هي يعني معروفة هاي شغلات ما يخص البيتويتري والسلة توسيكا والهذه لازم يكون وصف كامل بابا عفوا استاذ انا ذكرتها قلت انه سوبراسيلر اكستنشن وماس افكت اون ذا اوبتيك كيازم واكسبانشن اوف ذا بيتيوتري فوسه زين والكفرنس ساينسز اي اوكي يعني كتبت يعني قلت الا يعني احنا هذا اللي دا نقوله يعني اي نعم يعني انت هذه سمت يعني اذا ظل هذا شويه بعد لارجر يوصل للفور ام ان اوف مور حتى يسوي لك يجوز هيدروكيفالس مثلا يس بالضبط يعني اي فقصدي يعني انه هاي تنتبهوا لها الاشياء انت ودكتور محمد وباقي الطلاب اوكي نعم عفوا استاذ محمد يلا سالم تفضلي كملي لنا يعني احكي شنو عندك اوكي استاذ 22 years old male with history of previous pituitary craniopharyngioma and operated was done done to him before 2 years after that he received radiotherapy now presented with sudden onset of headache and visualized impairment الايميجينج راح show this is a multi-section MRI show CT show there is well defined complex solid and cystic seen in the supracellular lesion show hypo-T1 and iso in both T2 and flare in the and there is area of high signal intensity in both T1 T2 and flare with a fluid level suggested of hemorrhage the lesion is also seen have enhancement in the post contrast
هي طبعا مثل ما قالوا هي case of pituitary apoplexy. أهم شيء راح يميزها هي acute clinical condition caused by either hemorrhage or non-hemorrhagic necrosis of pituitary gland. The exit pituitary microadenoma is usually present in 60 to 90%, but occasionally it's happen also in the normal gland. الريسك فاكتور راح تجي اما ميديكال تريتمنت اوف برولاكتينوما اور بيريور تو راديشن اوف ماس اللي هي مثل الكيس مالتنا او بريكننسي اوف شيهان سيندروم اللي هي اكر بالبوست بارتم وذ ا لارج فوليوم لوز اور ديو تو هيموريج اور بيشنت بريزنتد وذ هايبوفوليميك شوك اور ديورينج بريكننسي افتر ذيس از كوز تو نيكروسيس اوف انتيريور بيتيوتري جلاند. راح تجيني أيضا بالسيريبرال انجيوغرافي كريس فاكتور تروما أو سيرجري أنتيكو أجولين ثيرابي تشينج إن ذا انتركرانيال بريشر. هذول الريسك فاكتور. الراديولوجيكال فيتشر جنرال فيتشرز انكلود انلارجمنت اوف بيتيوتري جلاند with or without bleeding. المايكرو Scopic hemorrhage is common and occur in 58% is show per and it's also show peripheral enhancement around non-enhancement infected center. Surrounding edema may be also seen in the optic tract or chiasm. السيتي راح تجيني هو عادة الروتين سيتي سكان is insensitive unless there is a frank cranial hemorrhage is presented. And بس هو راح يجي هي عبارة عن area of hyper dense in the cellular lesion راح أشوفها بالسيتي. بالMRI typical demonstrate pituitary lesion mass راح أشوفها بالتي 1 راح تكون bearable and the hemorrhagic infraction is high راح أشوفها high T1 due to blood وطبعا راح تجي according to blood age السنكتامة معتها ال T2 راح تكون bearable أما T1 post contrast راح أشوفها تاخذ ال peripheral enhancement بس ممكن إنه يعني difficult to see it because it is يعني هي أصلا high T1 بال diffusion weighted image راح أشوفها restricted may be presented وين أشوفها بال solid infected component. هاي دكتور زين ال treatment and prognosis immediately management should be done to resuscitation include administration of IV contra corticosteroid to avoid adrenal crisis وأسوي a neurological intervention. البيتيوتري ابوبلكسيا is usually associated with irreversible hypopituitarism so the management should be long stand of hormonal replacement therapy. كديفرنشيال دايجنوسيس بهاي المنطقه راح اصير كلش هوايه لذلك انا راح اقتصر على الجوست يعني ماس ليجن with high T1. الفيرست هي necrotizing او necrotic hemorrhagic pituitary macroadenoma. الابيرنس راح اشوفها the same as apoplexy but the patient is not present acute onset. ثانيا الادمنشن كرينيو فرانجيوما الادمنشن تاب اوف ذا كرينيو فرانجيوما هاي هنا انا راح اشوفها بال يعني بالتشيلدرن اكثر شيء راح تصير البرزنتيشن مالتها على الرغم انه يعني فاوند ان اول ايج جروب. الكلاسيفيكيشن راح تجيني بها بهاي الكيس اكثر من 90% او 90% وهم اهم شيء البرزنتيشن مالتها مو اكيوت اونسنت. ريسك كليفت سيست راح تكون هذه اسيبتوماتيك وما تسوي لي ماس افكت وهي عباره عن سفيريكال شيء. الديرمويد او التيراتوما هذه يوجوالي اشوفها ها يعني هاف فات كومبوننت اللي هي هنا و unless rupture the presentation is usually insidious. If rupture found بالديرمويد راح أشوف there is allocation of the fat fat density intense or intensity material in the subarachnoid space. هذه يعني غير الكيس مالتنا عبارة عن شرح عام يقول ال pituitary gland changes and this size according
to age of the subject or state. يعني مثلا young adult have large gland than the young have large gland than old individual. Also in the young completely راح أشوف ال gland اللي هي ال pituitary gland normally راح أشوفها completely full and have convex upper border. بينما بال old age راح أشوف يعني عكس هذا الشيء. زين راح اشوف انه بالتشيلدرن اللي هم less than 12 years الابر نبت اوف نورمال لها 6 مليم وتكون عندها الابر سيرفيس سلايتلي اما فلات اور سلايتلي كونكيف. بينما بالبيوبرتي راح اشوفها توصل لل 10 مليم. باليونج ادلت ممكن انه النورمال بيتيوتري بالميل 8 مليم، بالفيميل 9 مليم، وبالبرجنسي راح توصل حتى 12 مليم. بالاولد ايج جروب اللي هم او ممكن مو اولد ايج يعني اللي اكثر من 20 سنه راح اشوفها راح تبدي انه ديكريز ان سايز البيتيوتري جلاند. بالبري مينوبوز ليدي راح اشوفها ممكن انكريز ان سايز النورمال بيتيوتري جلاند، بس هي مع ذلك راح تبقى اقل حجم من اليونج فيميل. وهذه عندي يعني ايمج راح تشاور انه هذه النورمال ابييرنس of the pituitary gland according to age. يعني هسه مثلا هنا واصله 8.3 بال 9 years old، هنا اكيد اكبر كم كدايميتر بال 18 years old، وهنا بال older age group اللي هو 65 سنه راح اشوف الحجم مالتها small يعني بالنسبه لل young age group. هنا هذا كيس اوف يعني هي عادي نورمال بريجنسي ما عندها اي مشكله بال بيتيوتري جلاند، بس اشوفها انه هي انلارجمنت بيتيوتري جلاند. هذه هنا انه يعني should not be confused as a microadenoma or mass. شكرا.